السلام عليكم جميعا ويعطيكم العافية. اليوم راح يكون عندنا أنبوكسنج أسطوري لأسطورة زلدة Tears of the Kingdom. هذا الإصدار الجديد اللي الحين صاير ترند والكل يتكلم عنه، ونزلت له مقطعين في القناة تجربة للعبة، لكن اليوم يكون عندنا أنبوكسنج تفصيلي لكل المحتويات. عندنا النسخة الخاصة للعبة بالإضافة للكونسول الأوليد سويتش الخاص في زلدة، الكنترولر، الحقيبة، اللعبة وباقي الأمور. فراح نشوف أنبوكسنج بالتفصيل ووريكم المحتويات، تشوفون يمكن شيء يعجبكم منهم وتاخذون عنهم فكرة أكثر. حاب اشكر جي كي على توفير هذه المنتجات، وكلها متوفره عنده، الكنترولر والحقيبه وايضا الجهاز وكل شيء واللعبه، لكن هذه النسخه الخاصه سالفتها بعدين اقولها لكم في الانستغرام. فاليوم راح نشوف هذا الانبوكسنج، اتمنى يعجبكم واتمنى تستمتعون وتعطوني رايكم في المحتويات بالاضافه لتجربه اللعبه تشوفونها في القناه في المقاطع السابقه. نبدا الحين ونشوف. في البداية خلونا نشوف الكونسول نفسه، طبعا هذا السويتش نسخة الأوليد، أكيد على زلدة راح نشوف التفاصيل، لكن عجبني صراحة البوكس شلون حاطين لك تصميم اللعبة بالكامل، شخصية لينك هني، فعجبني هذا الموضوع من ناحية تصميم البوكس، حتى هني التفاصيل هذه باللون الأخضر الدوائر اللي ترمز لعالم اللعبة. من الخلف راح يكون صور الجهاز اللي راح نشوفها، والحين نفتح صندوق ونقول بسم الله. بالنسبة لمحتويات الكونسل، أول شيء راح يكون عندنا الدوك مود، طبعا هذا الشيء اللي ما يعرف تحطه هني للسويتش، راح تلعب على التي في عن طريق الـ HDMI. المهم تصميم جميل جدا بشعار زلدة، تشوفون هني تفاصيل خليط باللون الأبيض مع الكتابة الغريبة، صراحة منظر جدا رائع، تشوفون ذهبي بالأبيض، ومن الخلف في تفاصيل خفيفة باللون الذهبي، كتابة نينتندو، باقي الأمور بس نفس السويتش أوليد اللون الأبيض. راح يكون عندك هني الباور، الـ HDMI بالإضافة لللان، والسويتش اوليد طبعا تقدر تشبكها على سماعات بلوتوث، عندنا هنا يو اس بي لو حبيت توصل كنترولر. بعدها الجوي كونز نفس الشيء، ماخذين لون ذهبي خليط الاخضر والابيض، طبعا بتفاصيل من عالم زلدة، من خلف اللون الابيض هنا في شعارات، صراحه شكلهم حلو، ونشوفهم الحين على السويتش. بالنسبه للسويتش طبعا هذه نسخه الاوليد، بوريكم واحده عندي شغاله. من الخلف راح يكون في تفاصيل دوائر ايضا ملموسه، اللي هو التكستشر الخاص في لعبه زلدة. خلونا نشوف شكلهم وراكبين على الجهاز، خلونا نركبهم ونشوف شكلهم بالإضافة للصوت الجميل. سلام. اوكي صارت جاهزة، وهذا شكل السويتش انتم شايفين. اما بالنسبة لباقي القطع طبعا هذول جايين باللون الأبيض مع الخيوط الذهبية انتم شايفين، جميل صراحة التصميم، وهذا شكلهم بعد التركيب، صار عندنا كنترولر. وباقي الامور بالالوان العاديه، طبعا هذا اللي تبي تسوي لك كنترولر، وهذا ال HDMI، وهذا شاحن السويتش باللون العادي. بما ان ركبنا السويتش خلونا نشوف هذه الشنطه الخاصه في السويتش ايضا لتصميم او اديشن زلدة، وهذه الحقيبه طبعا تشوفون الشعار باللون الاسود اللامع اللي داخل المطفي، وهنا عندنا طبعا هذه الدوائر باللون الذهبي، من الخلف عندنا هذا الشعار، شعار اليد اللي هي الشراينز، وهنا بعد هذول باللون الذهبي، خلونا نشوف من داخل. وهذه الحقيبة من الداخل، طبعا تشوفون كلها أماكن ناعمة عشان تحافظ لك على الجهاز، في أماكن هني خاصة في الألعاب بالإضافة إلى أنها تكون مطوية. طبعا نحط الجهاز، وهذا شكل الجهاز داخل. طبعا الشنطة حلوة من ناحية التصميم مثل ما تشوفون، أيضا ملمسها تقريبا جلد، يعني يعطيك الشعور الحلو هذا، لكن ما هي كيس، يعني ممكن تفقصها تشوفون، يعني ما هي حماية قوية، لكن مظهر حلو، جميلة جدا في المسكة. هذه الشنطة من الداخل، طبعا هني ممكن تحط لك بعض الأمور، سلك خفيف أو شيء، وهني الألعاب تطويها بهالشكل، تحمي الشاشة، بعدين تسكر الكيس. طبعا الشنطة نفسها معاها استيكرات خاصة في حماية شاشة السويتش، سواء نسخة أوليد أو النسخة القديمة، يكونون فري مع هذه الحقيبة. أما الحين نشوف البرو كنترولر اللي أيضا خاصة في إصدار زلدة تيرز أوف ذا كيندوم. طبعا يجي معاه هذا السلك تايب سي الى يو اس بي عادي، طبعا هذا النينتندو الاوفيشال، ممكن تشحن فيه الجهاز او الكنترولر. وبالنسبه للكنترولر مثل ما انتم شايفين فيها تفاصيل جميله جدا، حسيت ممكن يبدعون اكثر من ناحيه اللون، يكون هذا اخضر مثلا او اثنينهم ذهبي طقم مع الشعارات، فيها تفاصيل شعار زلدة بالاضافه للدوائر الذهبيه. من الخلف راح تكون ساده لكن شفافه شوي، تشوفون كل جزء مختلف عن الثاني من ناحيه اللون، هذا عادي، هذا شفاف، هني ابيض، طبعا تايب سي من اجمل كنترولرات بشكل عام، تقارنها في كنترولر الاكس بوكس او بلاي ستيشن، من اريح الكنترولرات، واللي يعرف
هذا الشيء اللي جربوها. المهم هذا تصميم الكنترولر البرو لنسخة زلدة. قبل ما نروح للنسخة الخاصة خلونا نشوف اللعبة بالإضافة لهذه الميدالية اللي يعطونها المحلات، ما أدري صراحة على طلب مسبق أو النسخة الأولية. خلونا نشوف. طبعا هذه الميدالية عبارة عن إنك تركب فيها مفاتيح أكيد، لكن ممكن تحط هني شيء، أتوقع ريموت سيارة مثلا، وهني مكتوب Legend of Zelda Tears of the Kingdom، وهني عندنا الشعار بلون أخضر، طبعا هذا الجلد وهذول باللون الذهبي. بعدها خلونا نشوف اللعبة، وهذه لعبة أسطورة زلدة Tears of the Kingdom، طبعا هذه النسخة العادية. وتتوقعون أنها تأخذ لعبة السنة أو لا؟ أبيكم تجاوبون في التعليقات، لأن عندها فرصة جدا كبيرة للي جربها، وأنا شخصيا أقول لكم أتوقع أنها تأخذ لعبة السنة، لكن نشوف المنافسين الباقي. طبعا هذه النسخة العادية، من الخلف راح يكون عندنا لقطات من القصة والأحداث، يعني الجيم بلاي، وأكيد بالداخل بيكون عندنا هذا الشريط تشوفون جدا صغير، تخيلوا هذا الصغير لعبة السنة. المهم، وكالعادة داخل أغلفة نينتندو سويتش يكون عندك هذا التصميم اللي ممكن تعكسه، ويكون هو غلاف اللعبة بهالشكل. هذه الآثار اللي في بداية القصة اكتشفوها، نتكلم أكثر، وهذا غلاف اللعبة. طبعا شفنا الأمور، لكن باقي عندنا أحد أهم الأشياء، وهو النسخة الخاصة للعبة، وهذا الشيء الموجه فعلا لعشاق اللعبة أو الناس اللي حابين يعني يكون عندهم كولكشن جدا مميز، او الكولكترز بشكل عام. فهذه نسخه الكولكترز اديشن للعبه زلدا تيرز اوف كيندم. خلونا نشوف المحتويات. نفتح العلبه، طبعا تشوفون الشعار بلون ذهبي، لحظه من الخلف راح يكون في شعار السيف. بعدها نسخه اللعبه نفسها اللي فتحناها قبل شوي، بالاضافه للستيل بوك او الغلاف المعدني نفس الشيء بلون ذهبي مطفي، وعليه هذه التفاصيل في بدايه القصه، المكان اللي يدخلوا فيه الشخصيات زلدا ولينك، وهني طبعا اسم اللعبه، ومن الداخل تصميم مختلف. بالنسبة لباقي الأمور، بعد عندنا هذه العلبة عليها شعارات، ومن الداخل راح يكون في أيضا فينز، أتوقع دبابيس، لحظة نشوف اللي ممكن تركبهم على الملابس، هذه الأربعة. أيضا عندنا هذا الكتاب اللي شكله مليان تفاصيل، لأنه فعلا كمية ووزن. خلونا نشيل، نخليه على جنب اول شيء، نشوف الاشياء اللي تحت بعدين نرجع له. يا سلام، شنو هذا بعد؟ هذه العلبه خلصنا منها. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom، نفس التفاصيل، ستيل بوستر. اوه، اتوقع ان نينتندو متعاقده مع هذه الشركه. خلينا نشوف. اوكي، هذه لوحه معدنيه. اوكي، عندنا لوحه معدنيه مثل ما انتم شايفين، جميله جدا، ماخذ الفيو بالكامل. هني تشوفون المملكه تحت، وهني العالم اللي فوق، شخصيه لينك اللي عجبني فيها الدقة جدا عالية، ما تبين معاكم. يجي معاه هذا المغناطيس، طبعا تلزقه على الحائط او اي مكان، بعدين خلاص تثبت هذه اللوحة. انا عجبني ثباته جدا قوي. بالنسبة للارت بوك خليته اخر شيء، للناس اللي ما تحب تشوف تفاصيل ممكن تسوي سكيب لهذه الجزئية تروح لاخر شيء. اول حين خلونا نشوف بعض الصور بشكل سريع جدا، لان فعلا كمية الاوراق كثيرة، مثل ما تشوفون 204 صفحات، فكمية كبيرة فعلا. اعطيها مرور سريع. اكيد الارت بوك يتضمن الشخصيات، المراحل، بعض الاعداء، وتفاصيل جدا عميقة في عالم اللعبة. للي يحب يشوف الارت في اللعبة بيعجبه هذا الكتاب، لانه فعلا مليان بكل تفصيل في اللعبة. اتوقع حتى المخلوقات موجودة، الاكل مثل ما انتم شايفين، الشخصيات، الملابس، الاماكن. تخيل عندك 200 صفحة من الارت بوك اللي يكون مخصص للعبة، يعني ما اتوقع انه موجود اونلاين. فبس حبيت ناخذ نظرة سريعة مثل ما انتم شايفين على الارت بوك الخاص في اللعبة. هذا يبي له مزاد صراحة، مع كوفي ولا شاي تقعد تتصفح فيه وتشوف. اوكي، هذا بالنسبة للارت بوك، وبيكون اخر شيء غطيناه في هذا الانبوكسينج للعبة زلدا تيرز اوف ذا كيندم. الحين يا شباب وصلنا لنهاية المقطع، طبعا كانت هذه كل المحتويات اللي حبيت استعرضها لكم. طبعا جهاز نينتندو سويتش الاصدار الخاص او النسخة الخاصة، بالاضافة للكنترولر مع الحقيبة. هذه الاشياء اللي خاصة في زلدا تيرز اوف ذا كيندم، حبيت انه يكون في انبوكسينج محتويات كثيرة، بحط لكم روابط تحت تهمكم لو حابين تقتنون اي من هذه الاشياء، بالاضافة لتجربة اللعبة تلقونها في القناة. أشكركم على المتابعة، أشوفكم إن شاء الله على خير. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.